مثلما أبو بكر وعمر ما هم خلفاء رسول الله. رسول الله لم ينصبهم، الناس نصبوهم، الأمة نصبتهم. في الحقيقة هم الذين نصبوا أنفسهم، وبعد ذلك الأمة رضيت، الأمة التي عاصرتهم. وإلا فإن الأمة ليست هي التي ذهبت إلى سقيفة بني ساعدة. أبو بكر وعمر والذين معهم من أصحاب الصحيفة المشؤومة هم الذين خططوا وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. لماذا لم يذهبوا إلى مسجد رسول الله لو كان الأمر سليما وبريئا؟ لماذا ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة؟ لأن القضية كانت مخططا خبيثا. لماذا لم يجتمعوا في مسجد النبي؟ لماذا ذهبوا إلى سقيفة بني ساعد؟ هذا السؤال يطرح نفسه بوضوح. إذا كان همهم مثلما قالوا أنهم يريدون صلاح الأمة، فصلاح الأمة هل يكون في سقيفة بني ساعدة أم في مسجد النبي؟ إذا كانوا خلفاء للنبي، لماذا لم يقرروا الخلافة في مسجد النبي وقرروها في مكان آخر بعيد عن مسجد النبي؟ لماذا؟ لأنها مؤامرة. القضية واضحة، المكان والزمان يخبران عن أنها مؤامرة. المكان بعيدا عن مسجد النبي، الزمان النبي لم يدفن بعد، أي زمان هذا؟ والاجتماع خلي من الهاشميين وخلي من خيرة الأصحاب من أمثال سلمان. النبي ما قال إن أبا بكر منا أهل البيت، قال عن سلمان إن سلمان منا أهل البيت. النبي ما قال عن أبي بكر من أنه أصدق من غطته السماء وسار على الأرض، قال هذا عن أبي ذر من أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر. هؤلاء هم الذين خالفوا أبا بكر وعمر وعثمان. الحكاية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الأدلة. البرنامج ليس منعقدا لهذا الموضوع، لكن الأمر واضح وواضح جداً.